يدق المدح يا مكتوم لنك من سميك فيك مفعول الفعايل فيك هيبة أبوك يا الشهم المحل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، نجدد لكم التحية في هذا الانطلاق والتحدي الجميل في أمسية هذه الليلة من أماسي مهرجان فارس الخليج الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان، وشوطنا الثالث عشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا الثالث عشر الخاص هنا أيضا بالثنايا لبكار المحليات الأصايل لأيضا أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. نسيربكم في الانطلاق، نسيربكم في التحدي، في الإثارة. وهنا الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الأول، صالح حمد بن قمرة المري من تاتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية أحمد بن سيف الزفين المهيري، وهناك تاتينا الشاهينية من الجانب الآخر هنا سعيد بن راشد بن دغيش، هناك الاكتبية المتدخل في هذه اللحظات، ومن الجانب الآخر مملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري المنطلقة على المركز الرابع. وفي المركز الخامس تاتينا الحذرة سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري ووصرة الشاهينية، هنا حمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري المنطلقة بهذا الأداء الجميل، ندى علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارع المري من تنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة، بينما المركز الثامن ثامن المراكز في هذه اللحظات والانطلاق على ثامن المراكز، والقادمة منصور غدير بن سعيد بن غدير لقتبي تاسع المراكز، بنت المطر سعيد بن السيل بالدليوي لقتبي المنطلقة على المركز التاسع وعاشر المراكز، مياسة وصلت في هذا الانطلاق، محمد بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من تنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. الشاهينية في المقدمة في المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والتحدي الجميل في هذا الأداء المميز، صالح بن حمد بن قمرة المري هي الشاهينية المسيطرة على زمام الأمور من بداية الانطلاقة، بينما المركز الثاني تأتينا هنا المملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري على المركز الثاني تنطلق بأدائها الجميل، بينما الشاهينية أحمد بن سيف الزفين المهيري المنطلقة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع رابع المراكز تأتينا الشاهينية والمنطلقة هنا حمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري القادم من الساد للمشاركة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز، خامس المراكز بنت المطر قادمة، سعيد بن السهيل بالدليوي لقتبي قادم مع بنت المطر على المركز في هذه اللحظات الخامس، سادس المراكز زعفرانة وصلت، سالم بن محمد بالضبيعة لقتبي ما جبنا لها طاري، منصور غدير بن سعيد بن غدير لقتبي أيضا تنضم في هذه اللحظات هنا في هذا الانطلاق، سابع مراكزنا الشاهينية عبد الله بن حمد بن نصرة العامر، لكن وصلت الضبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي من وصلت في هذه اللحظات وتسللت في هذا الانطلاق والتحدي الجميل على المركز الثامن، بينما تاسع المراكز المركز التاسع والانطلاق والتحدي الجميل على تاسع المراكز، ما شاء الله المركز التاسع والمنطلقة هنا في هذه اللحظات بهذا
التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. ما شاء الله مجموعة جميلة من في المنافسة. شواهين سعيد بن علي بن وحير الدرعي تاتينا على المركز التاسع وفي المركز العاشر. المركز العاشر والانطلاق هنا من الذيب مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي وصل هنا. وصل أبو مبارك مع الذيب في هذه اللحظات. ننتظر حايل غدا إن شاء الله يا أبو مبارك. ننتظر حايل ومنافساتها العديدة. نعود إلى الشاهينية على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الشاهينية المسيطرة على زمام الأمور. صالح بن حمد بن قمرة المر المنطلقة في هذا الأداء المميز. المنطلقة في التحدي، المنطلقة في الإثارة مشاهدينا الكروم بهذا الأداء الجميل هنا والتحدي هنا. السندباد القطري من يقدم الشاهينية بهذا الأداء الجميل والتحدي. المركز الثاني بنت المطار القادمة على المركز الثاني سعيد بن السلب الدليوي الاكتمي. بينما المركز الثالث المنطلقة الشاهينية حمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري. وعلى المركز الرابع رابع المراكز الشاهينية أحمد بن سيف الزفين المهيري. من يأتينا مع الشاهينية على رابع المراكز. وفي المركز الخامس زعفرانة سالم بن محمد بالضبيعة لقتبي في هذا الانطلاق على المركز الخامس وسادس المراكز. شواهين قدمت هنا سعيد بن علي بن وحير الدرعي والقادم الضبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي. وصل وصل بمبارك مع الذيبة مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريف في من تنطلق ثامنا مملكة. في المركز التاسع أحمد بن محمد بن كيلة العامري. وفي المركز العاشر هنا النصيبة سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي. من وصل هنا أبو سعيد في هذه الانطلاقة في هذا التحدي والإثارة ما شاء الله على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. عشرة مراكز، عشرة انطلاقات، عشرة تحديات، عشرة إثارات مشاهدينا الكرام من تنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي. الصدارة والمقدمة والمركز الأول هنا المنطلقة مع الشاهينية. صالح بن حمد بن قمرة المري هو المنطلق ومطلق العنان للشاهينية في هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مع بن جهويل في هذا الانطلاق الجميل والتحدي هنا على أرضية هذا الميدان في مهرجان فارس الخليج. بنت المطر ولكن هنا الشاهينية. الشاهينية وبنت المطر في منافسة للفوز وللناموس. ولكن بنت المطر من الجانب الآخر لسعيد بن السيل بالدليوي لقتبي أبو راشد من قدم أيضا الشاهينية بهذا الانطلاق المميز. المركز الثالث تأتي الشاهينية حمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري. الله يا أبو حمد ركز مع الشاهينية. هل السان يبون سلام جميل بهذا التحدي. ولكن الذيب الذيب هذيبة قادمة تعوي 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 الذيبة مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريف قادمة بكل قوة. وقادمين أهالي غشابة أهالي الفوعة في هذا التحدي. أرى هنا القدوم من منصور غدير بن سعيد بن غدير لقتبي. ووصلت النصيبة سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي مع النصيبة في هذا الانطلاق والتحدي في هذا الانطلاق على سادس المراكز. وفي المركز السابع المركز السابع ندى علي بن حمد بن علي بن راشد بن مجارح المري. من وصل على المركز السابع لهذا الانطلاق والتحدي الجميل والإثارة. المركز الثامن هنا الشاهينية أحمد بن سيف الزفين المهيري هو الوصول. وهنا تأتينا شواهين سعيد بن علي بن وحير الدرعي. ولكن نعود إلى من غيرت على الصدارة. منصورة 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 تبغي النصر تبغي الفوز تبغي التحدي. منصورة هنا من انطلقت على الصدارة على المقدمة غدير بن سعيد بن غدير الاكتمي. من انطلق مع هنا منصورة على الصدارة على المقدمة. ولكن ندى ندى تنادي المقدمة ندى 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 القادمة من الشحانية هنا تنطلق على الصدارة تنطلق على المقدمة على المركز الأول وصدورة هذا الشوط.
مبسوط يا سلام. هنا هنا علي بن حمد بن مجارح المري من ينطلق وبنت المطر من الجانب الآخر. بنت المطر بنت المطر سعيد بن سهيل بن دليوي لقتبي والتحديات الأخيرة التحديات الأخيرة الرقص الأخير الرقص الأخير هنا بهذا الانطلاق والتحدي. يا سلام يا سلام هنا هنا الكيلو متر الأخير في هذا الانطلاق والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم. ولكن هنا انطلقت انطلقت ندى انطلقت ندى على الصدارة علي بن حمد بن راشد بن مجارح المري من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتي بنت المطر لسعيد بن سهيل بن دليوي لقتبي منصورة على المركز الثالث أغدير بن سعيد بن أغدير لقتبي 800 متر أو أقل من 800. المعركة بين ندى وبين بنت المطر ندى وبنت المطر ندى وبنت المطر. الله 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 ندى بنت المطر ندى بنت المطر تحدي صراع إثارة. يا سلام الله لمن الفوز لمن الناموس في اللحظات الأخيرة هنا بهذا الانطلاق بهذا التحدي. هنا ندى مسيطرة لا زالت على زمام الأمور. علي بن حمد بن علي بن راشد بن مجارح المري وبنت المطر من الجانب الآخر. سعيد بن سهيل بن دليوي نكتبي على ثاني المراكز. يا سلام التحديات الأخيرة. السلام الشحانية أم الهباب الشحانية أم الهباب تسلم سلام صراع منصورة منصورة أهالي نزوة أهالي نزوة قدموا مع منصورة أيضا. التحدي والإثارة واللحظات الأخيرة بنت المطر بنت المطر ندى بنت المطر بنت المطر بنت المطر ندى ندى بنت المطر بنت المطر بنت المطر نزعت الشوط. بنت المطر تتسلل إلى الصدارة تتسلل إلى المقدمة تتسلل إلى الفوز والناموس واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. بنت المطر هي. إذا نتركهن الهنتين ناخذ المركز الثالث. وصلت هنا أيضا منصورة غدير بن سعيد غدير الكتبي زعفرانة سالم محمد بضبيعة وصلت. وهناك أيضا الوصول في هذا الانطلاق أحمد بن سيف الزفين من أتانا على المركز الثالث عفوا هنا بهذا أو المركز الرابع أحمد بن سيف الزفين. وهناك وصلت الشاهينية والتوقيت الزمني. ولكن بنت المطر هي الأقرب للفوز والناموس. تهانينا لسعيد بن السيل بالدلي والكتبي والسلام لأهالي الهباب على هذا الأداء. 12 دقيقة 52 ثانية وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني. بينما المركز الثاني كانت ندى وقدمت عرض تشكر عليه علي بن حمد بن علي بن راهد بن مجارح المري 12 دقيقة 52 ثانية جزء واحد يتيما من الثانية هو توقيتها الزمني. بينما ثالث المراكز أتتنا منصورة أغدير بن سعيد بن أغدير الكتبي 12 دقيقة 54 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لو الناموس. المركز الرابع كان أحمد بن سيف الزفين المهيري. والمركز الخامس وصلت النصيبة سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي. تهانينا لهم على هذا الفوز الجميل. تهانينا لل